وفي سياق ذي صلة، فإن الاتفاق الأردني العراقي الأخير المتعلق بتزويد بغداد الأردن 10,000 برميل نفط يوميا بأسعار تفضيلية أعاد قطاع النقل شهيته بعد طول معاناة. اللجان الفنية من الطرفين بدأت دراسة تفاصيل عمليات التزويد والنقل، وأصحاب الشاحنات ينتظرون على أحر من الجمر الإعلان عن بدء العمل بهذا الاتفاق ليقوموا بنقل النفط العراقي إلى الأردن بصهاريج أردنية. التوقعات أن تسهم هذه الخطوة في تحريك قطاع النقل الذي يعاني منذ سنوات من حالة ركود لم يشهدها قط، إذ من المتوقع أن يعمل 45 صهريجا على خط عمان بغداد لنقل النفط. لكن ماذا عن الشاحنات الأخرى التي تنقل البضائع المختلفة؟ الشاحنات الأردنية بعد اتفاق الطرفين على فتح الحدود العراقية لدخولها أصبحت تصل اليوم إلى أي نقطة تريدها داخل العراق، وهذا من شأنه إن استمر أن يعيد إلى قطاع النقل حيويته التي فقدها بعد إغلاق الحدود قبل حوالي 5 سنوات. لمناقشة الموضوع بشكل مستفيض ينضم إلينا عبر الهاتف نقيب أصحاب الشاحنات السيد محمد خير الداود. سيد محمد صباح الخير. الله يصبحك بالخير. أهلا وسهلا فيك. إذن سيد محمد، حدثنا عن هذه الاتفاقية وأهميتها بالنسبة لقطاع النقل. صباح الخير على جميع المستمعين. أنا من خلال برنامجك المميز بدي أبارك لمولاي جلالة الملك بعيد ميلاده، وأقول له حفظك الله يا مولاي وأدامك دصرا وسندا للأردن والأردنيين، وأخاطب زملائنا التجار والصناعيين والمزارعين والمصدرين، وبدي أحكي لهم حان وقت العمل. يعني حقيقة العراق نافذة للأردن على أكبر سوق في المنطقة، صحيح. خاصة وأن هنالك مناطق بحاجة إلى إعادة إعمار، هنالك بضائع للتجار، هنالك مواد تموينية بالإضافة لاستيراد كميات من النفط لا تقل عن 10,000 برميل يوميا، أي بمعدل 1600 طن يومي. الدخول المباشر له آثار إيجابية على جميع حلقات الإنتاج، من مزارع، من تاجر، صانع، ناقل، وسوف يشغل لا يقل عن 5,000 شاحنة لكلا البلدين. قبل إغلاق المعبر كان هنالك دخول يومي للشاحنات بمعدل 750 شاحنة. يعني إحنا بنحكي اليوم، إحنا بالنسبة لنا جهزنا لا يقل عن 6,000 شاحنة للدخول المباشر، ودخلت فعليا عشرات الشاحنات، وتم إعداد كشوف بأسماء ووثائق أصحاب الشاحنات والسواقين لعمل التأشيرات في السفارة العراقية، تأشيرة عدة رحلات لمدة 6 شهور. أنا حضرت جميع اجتماعات مجلس الوزراء الأردني العراقي في بغداد، وكان هنالك تعاون بجميع المجالات. يعني حقيقة قد نحتاج احنا لمدة شهرين لعودة المستثمرين للاستيراد من خلال ميناء العقبة. بعد هجر العديد من التجار بسبب الرسوم العالية التي كانت تفرض في معبر طغيبيل. وبعد تخفيض رسوم المناولة في ميناء العقبة، اليوم تم تخفيضها 75% على البضائع المستوردة للسوق العراقي، بالإضافة أنه أخواننا في العراق أعفوا 390 سلعة أردنية من الرسوم الجمركية. نعم. إذا سيدي الكريم، أود أن أنتقل تحديدا إلى النفط. متى سيبدأ نقل النفط العراقي إلى الأردن؟ يعني هي اللجان في اجتماعات ثنائية بين اللجان، احنا على اتم الاستعداد. يعني هي الكميات بالبداية راح تكون بمعدل 1600 طن، اي 45 شاحنة صهريج، 45 صهريج يومي، ومن الممكن انها تزيد خلال الفترة القادمة لا كميات من الممكن انها تغطي جميع احتياجات الاردن. احتياجات الاردن تزيد عن 140,000 برميل يوميا،
وهاي النسبة احنا بنقول عن تقريبا 10% من حاجة الأردن اليومية. إذن وماذا عن الشاحنات الأخرى؟ يعني احنا بنحكي بعد فتح هذه الحدود، ماذا تتوقعون؟ هل هناك معيقات لم تعالج بعد؟ يعني احنا بالنسبة لشاحناتنا أسطولنا كبير ومتطور، فيه جميع أنماط النقل. نعم. إذا رايح يكون هنالك بعض المعوقات رايح تدرس في لجان مشكلة. نعم. بين البلدين، رايح تدرس كل مشكلة على حدة، ورايح يتم اتخاذ إجراء. نعم. فيها الجانب الأردني كثير متعاون، وإخواننا العراقيين والسفارة العراقية كمان ومجلس الوزراء العراقي متعاون مع المجلس الوزراء الأردني. نعم. وإحنا كل هذا العمل ما كان ليتم لولا دعم جلالة سيدنا، ودعني وكان دعمه متواصل. نعم. لجميع التجار، لجميع المزارعين والمصدرين، بالإضافة يعني نحن للقاءاته. نعم. مع أخواننا وأشقائنا في العراق. نعم. يعني سيد محمد، احنا بالاخير نتمنى انه فعلا المواطن الاردني يلمس هذه التحديثات والتغييرات التي تتحدث عنها. اذا عبر الهاتف كان معنا نقيب اصحاب الشاحنات السيد محمد خير الدود، شكرا جزيلا لك. الان سننتقل الى فاصل، ومن بعدها بنكمل باقي فقرات هذا الصباح، ابقوا معنا.